يقول ليش كل ما ينزل راتبي يقضي بسرعة؟ يا جماعة الخير، الراتب ما له خص بالموضوع ذا كله. هذه دراسة يقول لو وزعنا الفلوس بالتساوي على الغني وعلى الفقير، يقولون راح يرجع الغني غني والفقير فقير. هي دراسة وهي ترجع للمخ، ولا دخل الراتب، ما له دخل. هذه ترجع لك أنت يا شخص. يقول لك يعني أكبر دليل، شوف الدراسة وش تقول لك. تقول لو عطينا الفقير والغني وسيناهم، يقول بعد فترة راح يرجع الفقير فقير والغني غني. سبحان الله، الغني الله سبحانه وتعالى. لكن شوفوا كيف، يعني شوفوا كيف احنا نشوف بعض الأحيان الناس اللي عندهم، شوفهم، عمرك شفتهم بكافيهات؟ عمرك شفتهم بسوبر ماركت؟ عمرك شفتهم بسينما؟ عمرك شفتهم طلعات؟ صح والله لا شيء طالعين عليه. احنا قلل من مصاريفك، حط لك ميزانية، حط لك شيء خاص، قلل الطلعات الكافيهات وحاجات كثيرة، وراح تشوف، راح تصير تساوي الغني، أنت راح تصير جنب الغني والله العظيم. هذه عاد شوفوا، أول واحد أنا أول واحد معكم، أنا أول واحد أنا أسأل وين يروح الراتب، أول واحد أنا ماني طالع منها. لكن هذه الدراسة تقول كذا، تقول لو عطيناك نفسك نفس الغني راح ترجع فقير. الحمد لله، أهم شيء العافية والصحة، هذا أهم شيء، وربي يحفظكم.